لما بدأت أتمرن قبل عدة سنوات كنت أروح الجيم وأسأل المدرب اللي هناك عن أفضل جدول تمرين يساعدني أبني عضلاتي بسرعة، وكنت دائما أحصل نفس الإجابة، العب كل يوم عضلة. وأتذكر أنه واحد من المدربين وضح لي إياها شوية بتفصيل أكثر وقال لي يعني مثلا ممكن اليوم الأول تلعب صدر واليوم الثاني تلعب ظهر، بعدها خذ راحة، وبعدها العب رجلين، وبعدها أكتاف وذراعين، وبعدها راحة. وقال لي إذا ما تريد تتمرن 5 أيام بالأسبوع فإدمج تمرين التراي مع الظهر والباي مع الصدر، وكذا تمرين إنك بيكون 4 مرات بالأسبوع ومع هذا بتبني العضل. فطبقت النصيحة وبصراحة أعترف في البداية حسيت جسمي بدأ يتغير بشكل ممتاز، وبالفعل حسيت إنه بنيت شوية عضلات وجسمي تحسن مقارنة مع مستواي بالسابق، واستمريت على هذه الحالة 4 شهور. بس على الشهر الخامس والسادس صار معي شيء غريب، توقف البناء العضلي عندي، صرت ما أشوف أي تطور بالعضل، وقوتي في الجيم صارت ما تزيد، يعني الأوزان اللي أرفعها هي ما أقدر أزيدها. ولما رجعت للمدرب مرة ثانية قال لي هذا شيء طبيعي ولازم تبدأ تاخذ مكملات غذائية، فصدقته وأخذت المكملات الغذائية وصرفت واجد فلوس عليها بس للأسف بدون نتيجة. واستمرت هذه الحالة كل مرة أجرب بروتين جديد أو مكمل باور جديد وبلا فائدة، وكنت قريب أفقد الأمل وأوقف تمرين. بس بعدين بحثت وبحثت إلى أن اكتشفت أنه في دراسات علمية بحثت كل هذه المواضيع وطلعت بحلول لكل هذه المشاكل، والحلول هذه كلها ما لها علاقة أبدا بالمكملات ولكن بطريقة التمرين وبالتحديد جدول التمرين اللي تتبعه. وإذا أنت مثلي بالسابق تمر حاليا بفترة من ثبات المستوى وما قادر تزيد عضلاتك ولا تزيد قوتك في الجيم، فما تخاف، لأنه في هذا الفيديو بخبرك ليش نظام كل يوم عضلة ما بيوديك بعيد، وبخبرك عن 4 طرق ممكن تقسم فيها تمرين عضلاتك لأقصى بناء عضلي، وكيف تحدد أفضل طريقة لك من بين هذه الطرق 4 عشان تستمر في البناء العضلي. وعلى نهاية الفيديو بخبرك على الشرط الرئيسي اللي لازم يكون موجود في جدول تمرينك عشان تستمر بالبناء العضلي. بس الحين خلينا أخبرك ليش جدول تمرين كل يوم عضلة نفع معي بالبداية وبعدها توقف، وليش أنت بيصير معك نفس الشيء. دراسة في سنة 2017 جابت 18 شخص من المستواهم بين المبتدئ إلى المتوسط وقسمتهم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تمرنت 2 مرات بالأسبوع بحيث مرنوا معظم العضلات مرة بالأسبوع، والمجموعة الثانية تمرنوا 4 مرات بالأسبوع بحيث مرنوا معظم العضلات 2 مرات بالأسبوع أو أكثر. الدراسة استمرت لمدة 6 أسابيع وعلى نهايتها شافت إن المجموعة اللي مرنت العضلة مرة بالأسبوع فقط كان لها أفضلية بسيطة من ناحية بناء العضل. بس طبعا الدراسة ما تحكمت في تغذية المشتركين، وخلينا نكون صريحين هو هذا اللي يحصل مع معظم الناس لما يكونوا مبتدئين بالتمرين، التغذية ما تكون 100% مضبوطة. بس القصة تبدأ تختلف لما الشخص يتطور مستواه ويدخل إلى المستوى المتوسط بالتمرين، لأنه دراسة في سنة 2015 جابت 20 شخص من اللي تمرنوا حديد بانتظام وقسمتهم إلى مجموعتين. المجموعتين تمرنوا 3 أيام بالأسبوع بنفس عدد الجولات والتكرارات، يعني حجم التمرين الكلي بين المجموعتين كان متساوي. الفرق الوحيد كان توزيع جولات التمرين بين الأيام الثلاثة، يعني المجموعة الأولى تمرنوا كل عضلة مرة بالأسبوع بينما المجموعة الثانية خلوهم يتمرنوا شامل 3 مرات بالأسبوع بحيث يصير تمرين كل عضلة أكثر من مرة بالأسبوع. الدراسة استمرت لمدة 8 أسابيع وعلى نهايتها الباحثين شافوا أن المجموعة الثانية اللي تمرنت شامل زادت قوتهم أكثر وبنوا عضلات أكثر. ويمكن الحين بجي تقول لي طيب محمود بس هذه الدراسة واحدة وفيها فقط 20 شخص، وأنا بقول لك كلامك صحيح. وعشان كذا في سنة 2016 دكتور براد شونفيلد عمل دراسة من نوعية الميتا أناليسز واللي هي من أقوى أنواع الدراسات، وكان هدفه أنه يكتشف الحقيقة ويشوف لأقصى بناء عضلي وين الأفضل، تمرين العضلة مرة بالأسبوع أو أكثر. وبعد ما حط شروط قوية على الدراسات اللي ممكن تدخل في المراجعة، دكتور براد راجع 10 دراسات مختلفة عن الموضوع واكتشف أنه تمرين العضلة على الأقل 2 مرات بالأسبوع بيعطيك بناء عضلي أكثر من تمرينها مرة بالأسبوع. وبصراحة في دراسات كثيرة أخرى توصلت لنفس هذه الخلاصة، بس عشان ما أطول عليك في هذا الفيديو خبرتك عن بعضهم. حلو، كذا اتفقنا انه تمرين كل عضلة اكثر من مرة بالاسبوع يعتبر الافضل للبناء العضلي. بس الحين خلينا اخبرك عن 4 طرق ممكن تقسم فيها تمرينك عشان تحقق هدف تمرين كل عضلة اكثر من مرة بالاسبوع. والطريقة الاولى هي انك تتمرن 3 أيام بالاسبوع بحيث يكون يوم جزء علوي ويوم جزء سفلي ويوم شامل، او تتمرن 3 مرات بالاسبوع شامل مثل اللي عملوه في الدراسة الثانية اللي ذكرتها قبل شوية. اما الطريقة الثانية هي انك تتمرن 4 أيام بالاسبوع بحيث تخلي يومين تمرين للجزء العلوي ويومين تمرين للجزء السفلي، وهو هذا اللي عملته في برنامج هايلو واللي ممكن تشوفه من الرابط الموجود تحت هذا الفيديو. وممكن ايضا تتمرن شامل 4 أيام بالاسبوع، ولما اقول شامل فاقصد تمرين معظم عضلات الجسم في المرة الواحدة. والطريقة الثالثة هي انك تتمرن 5 أيام بالاسبوع بحيث تتمرن جزء علوي 2 مرات وسفلي 2 مرات وشامل مرة واحدة، او ممكن تتمرن شامل 5 مرات بالاسبوع، وهو هذا اللي جالس اطبقه على نفسي حاليا في مرحلة التضخيم، وبخبركم النتيجة لما أخذ.
تخلص. وممكن ايضا تقسمها بحيث يكون يوم لتمارين الدفع ويوم لتمارين السحب ويوم تمارين ارجل ويوم علوي ويوم سفلي. والطريقة الرابعة هي انك تتمرن 6 ايام بالاسبوع بحيث يكون يومين دفع ويومين سحب ويومين رجول، او انه يكون 6 ايام شامل. اعتقد ان الفكرة وضحت، ممكن تقسمها باي طريقة بحيث تضمن انك تتمرن كل عضلة اكثر من مرة بالاسبوع. بس الحين خلينا اخبرك عن افضل طريقة تقسم فيها جدول تمرينك انت من بين كل هذه الطرق اللي خبرتك عنها. شوف، افضل جدول من كل هذه الجداول يختلف من شخص لاخر، وبخبرك الحين عن 4 خطوات لازم تتبعها عشان تحدد افضل تقسيم التمرين لك انت، واللي بتساعدك تبني عضلات بشكل اسرع من التمرين بعشوائية. الخطوة الاولى هي انك تحدد حجم التمرين اللي تحتاجه لكل عضلة، وهذا الرقم بكل بساطة عبارة عن 10 الى 12 جولة او جلسة للمستوى المبتدئ، و13 الى 15 للمستوى المتوسط، و16 الى 22 للمستوى المتقدم. وبعدها طبق الخطوة الثانية واللي هي انك تشوف نمط حياتك وتقرر كم هو الوقت المتوفر عندك اسبوعيا للتمرين. اذا مثلا عندك ساعة ونص 4 مرات بالاسبوع، فقسم تمرينك بحيث تتمرن 4 ايام بالاسبوع بواحدة من الطرق اللي وضحت لك اياها قبل شوية. واذا مثلا عندك 45 دقيقة فقط يوميا، فنفس حجم التمرين هذا قسمه الى 6 ايام بالاسبوع بدل 4، وهكذا. يعني عدد الايام اللي تتمرن فيها بالاسبوع بيعتمد على حجم التمرين المطلوب منك ونمط حياتك. والخطوة الثالثة بعد ما تكون عينت عدد ايام الاسبوع واخترت التقسيمة، ابدأ وزع عدد الجولات المطلوبة لكل عضلة في الايام اللي بتتمرن فيها. اما الخطوة الرابعة والاخيرة فهي انك تعين عدد التكرارات لكل جولة، بحيث 75% من تمرينك يكون التكرار فيه بين 6 الى 15 تكرار، و25% من تمرينك يكون متوزع بين تكرارات اقل من 6 باوزان عالية وتكرارات اكثر من 15 باوزان خفيفة نسبيا. بس الحين خلينا اخبرك عن اهم عامل لازم يكون موجود في جدول تمرينك، والا استفادتك من اي جدول تمرين بتكون محدودة جدا وبتتوقف مع الوقت، وهذا العامل هو مبدأ التقدم التدريجي بالتمرين. شوف، لا تتوقع انك تتمرن نفس التمرين شهر ورا ثاني وتريد تشوف جسمك يستمر بالتطور. بعد فترة جسمك بيتعود على التمرين، ولازم تبدأ تضيف في التمرين شيء يحط ضغط زيادة على عضلاتك ويجبرهم انهم يستمروا بالنمو. واذا انت مبتدئ بالتمرين، فانصحك تحاول تزيد بالتدريج الاوزان اللي تتمرن عليها كل اسبوع او اسبوعين، بشرط ما تخترب عندك طريقة اداء التمرين. اما اذا صار لك فترة تتمرن ووصلت الى مرحلة ما تقدر تزيد فيها الاوزان من اسبوع الى اخر، فهنا ضروري تبدأ تطبق طريقة تدوير التمرين او البريودايزيشن، واللي فيه منها عدة انواع، واشهرهم هي نوعية الويف لودينج، اللي ببساطة راح تزيد فيها حجم تمرينك من اسبوع الى اخر لمدة 4 الى 6 اسابيع عن طريق زيادة الجولات او التكرارات او الاوزان او مزيج منهم. وبعدها تاخذ اسبوع ديلود، وبعدها تبدأ تتمرن مرة ثانية، بس هذه المرة بتلاحظ انه قوتك في البداية صارت اعلى من لما بديت المرة الماضية، وبهذه الطريقة بيكون في تقدم تدريجي بالتمرين راح يساعدك تستمر في بناء العضلات وتزيد قوتك بشكل طبيعي. وهي هذه الطريقة اللي صممت عليها برنامج هايلو عشان ما تعقد نفسك كثير بتصميم الجداول وتركز اكثر على التمرين وبناء العضل. اعرف انه هذا الفيديو يمكن فيه بعض المعلومات الجديدة عليك، او بعضها حتى ممكن يكون ثقيل شوية، وعشان كذا بامكانك تشوفه مرة اخرى وتسجل الملاحظات اللي تحتاجها من الفيديو. وايضا اذا في موضوع بالتمرين تحب اني اشرحه اكثر، فاكتب لي عنه بالكومنتس، والموضوع اللي بيكون عليه اكبر طلب بسوي عنه فيديو ان شاء الله. لايك اذا استفدت من هذا الفيديو، واشوفكم في الفيديو القادم، ويعطيكم الف عافية.